هلو عسلامة. اليوم جينا هكا في فيديو ان بو ديفيرونت على خاطر هكا باش نحلوا موضوع نتاع النقاش مش باش نحكيوا على كتب ولا افلام ولا سيريات. دونك هو لو سوجي اي ان بو هكا كونتروفيرسي و سا كونسيرن لي ليكتور واللي هو لو سوجي نتاع الجود ريدز تشالنج. اسكو احنا بور كونتر شنو الامباكت نتاعو ايتترا وسورتو توا معناها جانفي او العام جينيرالمون سي لا بيريود اللي العباد معناها يا اما يحكيو على شنو يعملوا في التشالنج نتاع العام اللي قبل ويختاروا لو نومبر نتاع الكتب اللي يحبوا يقراوه في العام الجديد. دونك تو ستارت ذس كونفرسيشن معناها انا نستعمل جودريدز ونعمل نستعمل الريدينج تشالنج وانت فاهم معناها انا نستعمل جودريدز ونعمل كل عام ريدينج تشالنج وتوا صافي كمان معناها حكيت تظهر لي 4-5 سنين من اللي بديت نستعمله. بالنسبه للو نومبر كيفاش معناها نختار لو نومبر نختار لو نومبر دو ليفر ان فيت يبدا معناها النومبر اللي نعتبره تشالنجينغ مش معناها نحط كتاب ولا زوز على خاطر كمان نعرف روحي جو سوي بارفيتمون كابابل معناها دو ليغ زوز كتب ولا ثلاثة معناها يبدا معناها النومبر اللي نحس اللي فيه تشالنج اما زادا ما يوصلش لدرجة اللي يولي اون اوتر سورس دو ستريس معناها فما اون نيونس وفما هكا اون ليميت ما نفوتهاش. بار اكزومبل انا في العوام اللي فاتوا نتسمى معناها هكا تجاوزت العدد اللي انا مستنسه نقراه كل عام عامنا ونقريت حكيت 102 كتاب نقصد معناها 2020 2021 قريت 77 كتاب اللي هو معناها كان بارابور لو نومبر اللي حطيتو انا عامنا حتى في 2020 حتى 45 وفي 2021 حتى 35 معناها كمان اكثر برشا اما انا جو تروف لو نومبر معناها 45 ولا 35 سلون الريتم تاع حياتي معناها انا حطيت 45 ان 2020 على خاطر سيتي اون اني اللي انا قاعده فيها معناها سيتي اون اني بلونش مازلت ما قريتش في التيز وكوفيد وماني قاعده كان نقرا دونك حطيت 45 رجعت حطيت 30 في 2021 خاطرني رجعت للتيز دونك قلت لومبلوا نتاعي ماهوش باش يكون كيف كيف اما كمان 30 ليفر ياخذ منك وقت ميم سي انا فوتور باش نبدا نحكي انا يعني الريدينغ تشالنج شنو هي اضاف لي لحياتي انا انسانه نحب جو مي فيكس دي زوبجيكتيف ديما في اي حاجه من قبل كنت معناها نقرا وكهو فهمت هو لما حنا نقرا وكها وفيها وعليها الجمله على خاطر كي عملت الجديد وقتها رجعت نقرا دونك وقتها معناها كي رجعت نقرا حبيت جو مو فيكس ان اوبجيكتيف وقتها ده اللي بديت 15 ليفر ولا هي 20 ليفر انا الاحساس نتاع جو مو فيكس دي اوبجيكتيف ونعملهم لي اوبجيكتيف هذاك هذمك يفرهدوني على الاخر معناها بالحق من اكثر الحاجات اللي تشيخني حتى دي بتي زوبجيكتيف حتى حاجات صغار انا كل يوم في نهاري جو مو فيكس دي بتي زوبجيكتيف دونك في حاجه اللي هي تعني لي ياسر كيف ما الكتب حاجه اللي مليت لي حياتي معناها حاجه اللي في بارتي دو مون كوتيديان دونك سي نورمال اني انا جو مو فيكس دي زوبجيكتيف وعجبتني على الاخر يعني الفكره وقت اللي تعرفت على جودريدز عام 2017 حسيتها معناها حاجه اللي تشبه لي فهمت معناها انا في العاده جو مي فيكس دي زوبجيكتيف ما بيناتي وما بينات روحي كي لقيت الحاجه اللي تنظم لي حياتي خاطر انا كي ندخل الجودريدز يقول لي انت يو هاف مثلا 3 بوكس بيهايند سكيدجول اي انا وقتها نولي نحط في قلب معناها حاجه اللي ترجع لي خاطر ديما صراعي مع مش مع الحقيقه ومش مع الكتاب ما لقيتش صراعي مع شنو الصراع مش صراعي انا ولا الصراع ديما ما بينات لا باسيون ولا لا كارير والقرايه نتاعك ديما فما وحده فيهم تحب تغلب معناها ساعات نلقى روحي نقرا برشا كتب بدرجه اني ما معاش نقرا قرايتي وساعات نلقى روحي معناها نسيت الكتب بجمله
وغطست خاطر بالحق القرايه والتيز والخدمه يجبدوا ديما يجبدوا لابوغاتوار ديما يجبد معناه دونك تفيقني معناه نتاع دور ارجع راك حتى انت بدك راك وليت tu es moins épanoui راهو هذاك ça fait partie de ton équilibre دونك كي نلقى 3 بوكس بهان سكيدجول ساعات نلقى حتى 5 بوكس بهان سكيدجول والله جو نو ستريس با خاطر برشا عباد يقولوا الي سا ستريس والكل سو ني با لا فان دو موند هذه حاجه ما بيناتي وما بينات روحي نقولها لروحي معناها حتى اذا كان ما صارش اوكي اما حاجه اللي تفكرني حاجه ريمايندر نعتبرها اكثر منها حاجه كي ما ستريس دونك انا بالنسبه لي حاجه كي مو فا تري بيان هذا في المطلق الاعوام كيف ما قلت جاتني فتره ما قريت فيها جمله بعد جمله على الكتب وقت اللي رجعت للقرايه لقيت الجودريد دونك الاعداد يعني لو ديفي لو نومبر دو ليفر كل مره يزيد من الاول حتى تظهر لي 15 ولا 26 ومن بعد كل مره يزيد 5 ليفر هذاك هو معناها لو تشالنج اللي ما بيناتي ما بينات روحي من الاول ديما قد ومن بعد وليت نفوت وليت ماهيش معناها الاوبجيكتيف اللي انا نحطه ولا معناها احساسي سر محلي اللي انت تو دي باس الاوبجيكتيف هذاك معناها خاطر انت الملول حسبه تحسبها بلوجيك وكي انت تحس اللي ذا فلو هزك ما عادش الريدينغ تشالنج وما عادش معناها حاجه يسر مزيانه دونك بديت من 15 ولا 26 وليت توا جو مو فيكس 50 ليفر على خاطر جو تروف اللي ان ليفر بار سيمين بي يعني المعدل ان ليفر بار سيمين خاطر ساعات كتاب في نهار ساعات كتاب في شهرين اي دونك هذيا هي حكايتي مع الجودريدز انا بديت هكاك معناها نتفكر اول مره حطيت 20 وما كملتهمش عملت 14 برك وبعد حطيت وجاك الاحساس نتاع لا فان دو موند لا لا اسكو نهار من نهارات تستريسي الجودريدز لا انا بدي معناها حتى كان ما نخلطش معناها عمري ما جيت مثلا في اخر شهر وبديت نقرا على بعض باش نحط الكودريد معناها جينيرالمون نكمل التشالنج على خاطر هذاك مو ريتم جوستمون يعني ما عملتش حاجه سبيسيالمون باش نكمل التشالنج نتاع الكودريد حتى وقتها راهو يعني نتفكر قريت 14 ليفغ كل اللي نتاع في عقل عقلي جو سافي اللي انا ايم بيهايند معناها اما وقتها كنت فرحانه على خاطرني جي ريبري لا كاباسيتي دو لير دونك قلت انا صحتي 20 ما قريت منهم كان 14 اما انا نقرا و اتس اوكي معناها دونك هذايا الجانب الشخصي احنا الاثنين جوستمون اما بور بارلو اون جينيرال معناها على لو فينومين في حد ذاته انا جو تروف اللي راهو هو ولا فينومين يعني معناها هو نورمالمون ما يكونش فينومين خاطر هو تشالنج بينك وبين روحك معناها اما لي ليكتور هكاك معناها ولا ولا موضوع معناها نتاع اسكو انت بور كونتر انا جو تروف اللي اول حاجه جو نو بو با مو برونونسي على لي زابيتود نتاع العباد الاخرين على خاطرني جو نو جوج با اللي يعمل حاجه ومرتحته يعملها اللي يجي في اخر شهر ويقرا في الكتبات على بعضه باش يكمل التشالنج مادام حاجه كيلو بوست وهو فرحان ويعني وعامل عليها كيف الحكايه جود فور يو اذا كان اللي ديباس معناها من شهرين ولانين يكمل الريدينغ تشالنج وبعد يقرا معناها الدوبل والتريبل نتاعو جود فور يو اذا كان تحط ريدينغ تشالنج معناها كتاب واحد وانت تقرا في العام 30 وتكملوا زادا good for you إذا كان ما تستعملوش جملة وتحس اللي ستستخيس ما تستعملوش معناها الحياة كما قلت انت كومبليكي وصعبة وعنا برشا ديزوبليكاسيون في حياتنا ما ناش ناقصين اللي حتى الباسيون تاعنا واللي نتفرهدوا بها تزيد تولي اون سورس ستستخيس دونك انا بالنسبة لي ستخي سوبجكتيف والميثود اللي انت تقرا بها وتحب تقرا بها العدد الطريقه الوقت راهو ليك انت معناها وراني لا انا لا درة لا اي انسان اخر لو دووا اصلا مش انه يقول لك صح ولا غلط اون بو ديسكوتي تعطيني انت رايك نعطيك رايي اما باش نقول لك ليش بيك تعمل هكا ما عنديش الحق معناها ما عنديش معناها حاجه باش
باش نزيدها على اللي قلتو. سي ان شوا بيرسونيل وكاو انت تحب هافان معناها في لو تشالنج انت تشوف اللي سي اون سورس دو ستريس طيش عليك ايش قام معناها هي الدنيا كلها ستريس معناها نزيدو احنا حتى لا سورس دو بليزير الوحيده في نوتر كوتيديان نزيدو تولي هي بيدها اون سورس دو ستريس كيما قالت امل فاش قام يعني اي دونك وبربي معناها جوست انا نحب اضيف اللي سايبو العباد معناها هما احنا متفاهمين اللي سي ان شوا بيرسونيل اما جوست انا نحب نقول اللي يحب يعمل جدا تشالنج زيد سايبو واللي ما يحبش زيد سايبو خلي العباد معناها مرتاحه علاش كل حاجه نردوها هكا نعملها قاوق ونردوا لها مشكله ونردوها هكا ان سوجي دو كونتروفيرس ونوليو نقسموا العباد معناها وليو دي كون نتاع هذا كذا وهذا كذا ليه يعني احنا اللي يجمعنا هو ذاتس نوت ذا بوينت جمله جوستومون هو هافينغ فان واحنا نقرا في الكتب ولا نعرفش انا سورس نتاع ايبانويسمون نورمالمون تكون سيبوزي تكون و بور اجوتي اوتر شوز كونسيرنون لو نومبر دو ليفر معناها اللي عبد انت مثلا ما نعرفش انا تحط لوبجيكتيف نتاعك 50 كتاب يجيك واحد اخر هو يلسو سو انتيميدي يقول انا حطيت كان 10 هذاك طون ريتم انت كي تقرا 10 وانت فرحان افرح بيهم ما يهمكش في العباد الاخرين شنو يحطوا انت تمكنت باش انك تقرا اكثر من 100 كتاب في العام هذيك سي تون بليزير يعطيك الصحه معناها اما ما عندكش الحق باش انك تتبجح على الناس الاخرين والا تعتبر روحك خير منهم انت قريت كتاب واحد في العام والا ما نجمتش تقرا صارت لك ظروف ما قريت حتى شيء ما عندكش علاش باش انك تتسو انتيميدي والا تسكت ولا ما تقولهاش ولا تحس روحك محرج معناها هذيك حياتك هذيك ظروفك شنو قررت في عام اخر تنجم تقرا اكثر تنجم تقرا اقل دونك pour conclure معناها الحكايه هذيا راهو لا ليكتور سي نوتر باسيون واحنا نعيشوها كيف ما احنا نحبو باللو نومبر بالتشالنجز باللي جونغ اللي نقراوهم باللغات اللي نقراو فيهم بالطريقه اللي نقراو بها اوديو بوك ايباب نسخه ورقيه كندل تليفون بي سي ما دامك انت تعمل في حاجه مرتاح فيها عمل عليها كيف اعملها وكهو والسلام عليكم كهو دونك كهو حبينا نعطيكم راينا في الموضوع هذايا قولوا لنا انتم شنو هي تخامه مزاده واسكو انتم تعملوا ريدنج تشالنجز ولا لا وكهو كهو هاي نقول لكم توا باي باي, باي, باي.